الأرقام والإحصاءات الخاصة بمباراة اليوم. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله، تمام. مبروك. الله يبارك فيك. مبروك لجماهير النادي الاهلي ومجلس الاداره واللاعبين والجهاز الفني طبعا، تاهل لدور ال 16. بالتاكيد يعني المباراه متقسمه لنصين، جزئين، جزء من لغايه من اول الدقيقه 67 وجزء من بعد الدقيقه 67. قد يكون يعني يعتبر، بعتبره كده، اول فوز لريني فايلر مع النادي الاهلي بدون اداء ممتع نوعا ما، ولكن مقبول في الفتره دي ان انت عندك 15 مباراه في شهرين. لا، وهو قال كمان ان قال كلام منطقي، قال ان انا عارف ان الشوط الاول وربع ساعه من الشوط الثاني الاداء لم يكن جيدا، ولكن في نفس الوقت لازم نعذر اللعيبه لان بقى لهم فتره، اللاعبين لانه بقى لهم فتره طويله ما لعبوش مع بعض في مباراه رسميه. طبعا انت بتلعب 15 مباراه، عندك الشهر ده 7 مباريات والشهر الجاي 8 مباريات، فطبعا انت هتبقى مطلوب منك في الفتره دي الفوز اكتر من الاداء في ال 15 مباراه دول. دول اللي هيوصلوك بقى هيوصلوك دور الثمانيه في دوري ابطال افريقيا، هيقربوك بشكل كبير جدا من الدوري، هيحسموا مباريات الكاس. فال 15 مباراه دول مهمين جدا، وبالتاكيد يعني المباراه النهارده كمان فيها مكاسب لرينيه فايلر، مكاسب مهمه جدا.